حسام، كلمني عن الدلع في حياتك. يعني انت وحيد مامتك وباباك وعندك اخت عندي اخت واحده بتقول لك ساعات بقى، يعني بتحب سونسون ولا هوهو ولا بتحب دلعك ايه؟ ولا سونسون؟ اصل سونسون دي جبتي واحده جامده شويه. سونسون دي بتاعتي انا وامي بس. مامتك؟ انا وامي بس. سونسون. طب انا عايزك تكلمني شويه عن مامتك، لان الست دي عملت كتير في حياتك فلازم تاخد حقها في الحلقه. بص، انا ما بحبش اقول كلام الافلام ده، بس ده حقيقي بجد والله اللي هقوله ده حقيقي، ما فيهوش اي مجامله. يعني وصفها لي في لولا كم امي كلمه. لولا امي ما كنتش عرفت ان الست اجدع من الراجل 100,000 مره. ده حقيقي. الله، سقفه بقى، سقفه كبيره كبيره والله. طبعا اتفضل قولي. هقولها قدامكم كلكم. انت عارفه انا دايما بقول عنها، بقول لها دايما بيني وبينها ما شاء الله بقى، دي بنمسك الخشب بجد. هي وش الخير على كل اللي حواليها، دايما فيها حاجه لله، دايما اقول لها انت فيكي حاجه لله بجد. وعايز وعايز اقول لكم انه بعد 8 سنين اول مره اقف اغني اغنيه، بعد 8 سنين بقف اغنيها على المسرح بتاعها. يا حبيبي بعد 8 سنين. لا، في حاجه تانية لسه. واول سي دي مسكته ليا بعد 8 سنين ما مسكتوش غير وانا معاكي. مش هسيبك. الله. بعد 8 سنين. والله ده دون جوان. ايه الجمال ده؟ ايه العين دي؟ ما شاء الله، شايفين الحلويات؟